عن شيء اسمه التصميم العدسي. خلنا أعطيكم مثال شوي بعيد. في عندنا شيء اسمه الهندسة العدسية. أعطيكم مثال بسيط حتى تعرفوا الرابط مباشرة. إذا يعني شركة معينة عثرت على جهاز مرمي في الأرض، بيعطوه مهندس، المهندس يفك هذا الجهاز قطعة قطعة ويعيد تركيبه، وكأنه يفهم تركيب هذا الجهاز من قطعه الأساسية، وبالتالي يبدأ يركب جهاز على شاكلة هذا الجهاز. يعني هو بدأ من جهاز متكامل. وهنا في التصميم العكسي في التدريس نبدأ من محتوى تدريسي متكامل. خذ مثال عندنا محتوى حول المثلثات أو حول الخلية أو حول أي شيء معين. نقوم من هذا يعني المثال أنه في أنشطة جاهزة، في حلول جاهزة، يمكن للمعلم يشق أهداف وطرق تدريس ونماذج تقييم من هذا المحتوى الجاهز كتصميم عكسي. يعني من الأساسي في التخطيط للدروس والتقديمات اللي بنعرفها نبدأ نضع أهداف ونضع يعني استراتيجيات معينة ونتخيل كيف ننفذ، وبعدين نبدأ نكتب محتوى وهكذا. وعادة إحنا نبدأ بالأهداف. الآن المحتوى جاهز، ممكن نرجع بالعكس. هذه طبعا التصميم العكسي اللي بيسموها backward planning، طبعا مفيدة جدا للمعلمين، وهذه فيها نوع من التنويع بالنسبة لنا في عملية التدريس، ولا بأس أن نستخدمها إطلاقا، ما في أي بأس.